السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بشكركم جدا جدا على كمية الدعوات، ربنا يا رب يستركم ويساعدكم ويخليكم ليا. واحلى وقت واحلى يعني حاجة ان انا بقعد اتكلم معاكم وانتوا بتدعوا لي وتسألوا عليا، فربنا يا رب يستركم جميعا ويكفينا ويكفيكم شر المرض ويشفي كل مريض ويشفيني ويشفي جميع ما خلق على وجه الارض. يا رب يا رب ما يوعد اي بني ادم على وجه الارض سواء كان عدو او حبيب يعوده بالمرض او يعوده بالعيا، لان ابشع حاجه واوحش حاجه واجمل حاجه برضو هو العيا. طب هتقولوا لي ايه يا نصر، انت هبله ولا بتتفلسفي ولا ايه يا نصر؟ لا يعني هو خير من عند ربنا، التعب خير من عند ربنا، بيكفر ذنوب. يعني طبعا انا مش فقيه، انا ست بسيطه على قدي، بس على حسب ما بسمع من العلماء الدين ان التعب او الضيق في اي شيء او اي تعب او اي حاجه هو بيكفر اخطاء البني ادم. فيا رب يا رب فعلا يكون كده. فالحمد لله هو خير من عند رب العالمين. ربنا بس يدينا الصبر، يدينا الصبر على ان احنا يعني ايه بنتحط كده في مواقف احنا ما عشناش قبل كده، فربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويرزقنا بالصبر وجعلنا من الصابرين ويهدينا يا رب، ويكون فعلا تكفير عن اخطاء البني ادم. طبعا النهارده السبت الساعه 9 الصبح، انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا اصعب ايام قضيتها اللي هو بعيد عن بيتي، والله والله اصعب ايام. وعارفه ان في ناس هتسمعني وهتزعل، بس انا هقول لكم كل حاجه. اصعب ايام فعلا ان انا قضيتها بعيد عن بيتي. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا حصل لي موقف من قيمه كام يوم وانا عندي بنتي، دمي صفى فعلا، دمي صفى في الحمام. سبب الموضوع ده سببه طبعا غبائي، لان انا واحده اعتقد ان انا غبيه، ما حدش يعمل كده، وما كانش في اي حد في البيت، لا كان في كبير ولا كان في صغير، ف يعني بيبقى سوء تصرف من البني ادم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ما كانش في حد في البيت وقتها. عايزه اقول لكم صباعي اتشال منه حته بسببي، بسبب غبائي. انا كنت خليت حد يجيب لي اكياس الشامبو اللي هي الصغيره دي، فانا دخلت بخش بقى، الجو حر زي ما انتم عارفين، كل ما اجي اتوضى اروح لمؤاخذه ايه داخله الحمام كبه ميه على نفسي وحتى شويه الصابون دول، و اللهم صل وسلم بارك عليك سيدنا النبي، حتى شويه الصابون و اتوضى واطلع. وطبعا وانا بصلي وانا قاعده على الكرسي ما بقومش، لان زي ما انتم عارفين او اللي مش عارف، انا الدكتور كتب لي على ادويه، قال لي هتقعدي 3 شهور تاخدي الادويه مفيش حركه، الحركه تبقى بطيئه جدا، تلبسي ركبه في رجلك لانك انت عندك كدمه دمويه في العظمه، وزي ما احنا عارفين كلنا ان العظم بياخد وقت، وكمان في ميه في الركبه. احنا بقالي مثلا اسبوعين باخد دواء، مش يعني حاسه الحمد لله، ما مش عارفه برضو، بس ما زلت تعبانه، وعندي الغضروف متاكل وخشونه، فاكتر من 3 حاجات في الركبه. فده انا مش يعني ما يعني ايه، اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، نحمد ربنا على كل شيء، بتحرك الحمد لله، ولكن مش مطلوب مني ان انا يعني اعمل مجهود. حتى قال لي حملي على عصاية ولو وقفتي البسي ركبه. مش هخبي عليكم، الركبه دي مش حاجه بسيطه، ده بمبلغ وقدره. احنا مستنيين ركبه، واحده قالت انا مش عايزاها، كان عندها مشكله وخلاص، هي ما شاء الله خفت، ولكن هي مسافره حاليا، يعني قدامها يومين 3 تيجي وتبعت لنا الركبه، قالت انا مش محتاجاها، يعني انا مش عايزاها خالص يعني، فهناخد ركبه بدل مثلا ركبه تشرب كام الف، يعني بمبلغ وقدره يعني. تمام. يعني هشتريها ليه ما دام ان حد هيطلعها لوجه الله؟ عادي يعني، هي مش محتاجاها ان شاء الله، ولو انا باذن الله خفيت عليها وتحسنت عليها برضه هطلعها لوجه الله لحد غيري يستحقها. تمام. فربنا يجعل البشر على وجه الارض كلهم لبعض سند، ربنا يا رب يجعلنا كلنا سند لبعض في كل حاجه، في المساعده، في الكلمه الطيبه، في الطبطبه، في اي حاجه، في اي حاجه انت بتقدميها البني ادم، كانت دعوه او ابتسامه او كلمه، زي الدين بتاعنا ما قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. تخيلي بقى ان انت لا تعبتي ولا قدمتي فلوس ولا قدمتي اكل ولا عملت اي مجهود، بس مجرد ان حد شافك قلت له سلام عليكم وانت مبتسمه، فنعمه من عند رب العالمين. تمام.
فالمهم زي ما بقول لكم كده، ما كانش في حد في البيت، ودخلت اكب على نفسي شويه ميه وجبت كيس الشامبو، ولقيت على في الحمام كده بعد يعني ما استعديت ان انا اكب ميه على نفسي، لقيت مش عارفه افتح كيس الشامبو، فقلت لسه هلبس واروح تاني وانا مش قادره. لا، لقيت بتوع حلاقه على الـ على الـ الرخامه بتاعت الحوض، فمن غبائي ان انا امسك الـ طبعا دي صوابع بنتي جابتها لي، كنت قايله لها هاتي لي مرهم بينشف الجروح وكده، هي نسيت، جابت لي بس اللزقات دي وجابت لي الصوابع دي. فطبعا انا ماسكه كيس الشامبو كده وماسكه مكنه الحلاقه اللي بتتحلق بيها وتترمي دي، ما هم في كذا واحده على الحوض، مسكتها وبعمل كده كده، خلي بالكم انا ماسكه بالصباع قبل ما يتعور، طب ماسكه كده وبعمل كده، وبعزم ما عندي بغبائي بعمل جامد، وملقاش غير ان انا قطعت صباعي، حته اتشالت منه، انا معرفش جسمي كله الم وتعب ومش قادره ابص، يعني انا مش قادره ابص، يعني مش قادره ابص واحقق في الصباع اللي حصل فيه، ما قدرتش غير ان انا جريت على المطبخ، كان طبعا انا بطلت اشرب شاي بلبن والجو ده، فبقيت اشرب قهوه مره في اليوم او يومين، قصدي مره في مره او مرتين في اليوم. فروحت طبعا بسمع كتير اكبس الجرح ببن، رحت حتى شويه بن نار بقى، نار في صباعي، وبعيد عنكو الدم نازل كده. طبعا هتصل ببنتي اقول لها الحقيني، لا مش هتصل بحد، يعني ما انا مش عيله. المهم اتحملت على نفسي لحد زي ما بقول لكم كده، كبست الجرح اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، كبست ايدي بالبن وفضلت عامله صباعي كده، و يعني فضلت عامله كده لمده ساعه عشان احبس الدم، وبعد كده لما جيت احرك صباعي برضو الدم نزل تاني زي الحنفيه. المهم اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، قعد حوالي 3 ساعات او يوم بحاله، كل ما بقى يعني ما كده ينزل دم بس. فده طبعا مش ده سوء تصرف مني انا. طيب ايه بقى ان انت يا نصرة بتقولي انت ما بترتاحيش عند، ما فيش حد بيرتاح عند حد بصرف النظر، بنتك ابوكي اخوكي امك، ادام انت طلعت من بيت اهلك واتجوزت، ده في العموم يعني بيقولوا لي برضه. طبعا انتوا كان رايكم كلكم بنسبه 90% لا اقعدي عند بنتك عشان تخدمك وبتاع، هي الميزه او الميزه ميزه او يعني ميزات بسيطه اللي انا ممكن يبقى افضل ان انا عند بنتي. ايه هي؟ اول هام ان في اسانسير هينزلني وهيطلعني، مش هعمل مجهود على السلامه، تمام. تاني هام ان هي تشوف لي دكتور وتاخدني توديني وتتصل وتحجز، هم دول الميزتين، اكتر من كده مفيش، اكتر من كده مفيش. طبعا هي ما قصرتش في اي حاجه، ربنا يبارك لها ويهدي سرها ويشفيها ويشفي لها اولادها ويشفي جميع ما خلق على وجه الارض، يشفي كل مريض يا رب. ولكن اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، القصه في مش عارفه اقول ايه، القصه فين العيال. انا عندي حفيدي بين ال 14 وبين ال 15، وحفيدتي بين ال 10 سنين وال 9 سنين، على طول بيشدوا مع بعض. طبعا المرحله دي صعبه جدا. طب انت مالك يا نصرة؟ ما على طول بيشدوا مع بعض، على طول في عقاب في البيت، زعيق، خناق، ضرب، على طول في انا من الناس اللي ما بتستحملش الخناق، ما بتستحملش النكد، ما بتستحملش ده، باخد الامور على اعصابي. بنتي تقول لي مالكيش دعوه، كل بيت في كده، كل بيت في كده، بس انا ما عشتش كده وما بستحملش كده، هي حته بيت اتربت معايا هاديه اللي هي بنتي وخلاص بقى، ما شفتش الكلام ده، ماليش دعوه بالكلام ده، مع تعبي بان انا بتعصب، بتضرب بنت، بتضرب واد، هو جوزها بينقر مع العيال، انا ما بستحملش يا جماعه، انا ما بستحملش ده طبعي والله العظيم. لو انا في الشارع او راكبه مترو او اي حد، لو لقيت واحده عيل بيزن او عيله بتزن وابوها او امها بيعاقبها، انا مع اني ما اعرفهمش بهب كده في البني ادم، اقول له حرام عليك او حرام عليكي، ما تضربيش العيل، ما تعمليش. انا من الناس اللي ما بتستحملش، من الناس اللي ما بتستحملش، انا كده، ده تكويني، فانا مش هعرف اغير حاجه، حته ان انا اغير حاجه، انا مش هعرف اغير نفسي، انا 60 سنه ولا 61 سنه، اغير ايه؟ انا مش عارف اتغير، انا مش عارف اتغير، تمام. فده حاجه. الحاجه الثانيه مكان النوم، مفيش نوم، مفيش مكان للنوم، مفيش مكان للنوم، البنت ليها اوضه والواد ليه اوضه، وبنتي ليها اوضه هي وجوزها. الحاجه الثانيه ان انا ولا هما بيعرف، احنا انا هما وارثيني، انا ما اعرفش انام جنب حد، استحاله. انا لما بيجوا عندي هنا حفيدتي بتيجي تقعد معايا اسبوع، بيكون عندي مشكله بسيب لها الاوضه، والله بسيب لها اوضه تنام فيها، والله بسيب لها اوضه تنام فيها وبنام على الكنبه،
لان ايه دي يعتبر ضيفه عندي، رغم انها عيله عشان تبقى مرتاحه، وانا مش مشكله، انا هو البيت بيتي يعني، مفيش اي مشكله فيه ان انا اخش لمعوزه يعني ايه، ان انا انام على الكنبه او كده عادي، دي اوضتي ودي اوضتي مفيش مشكله. بس فطبعا مفيش، السرير بتاع حفيدتي متر، والسرير بتاع حفيدي كذلك الامر، لا هما بيعرفوا يناموا جنبي ولا انا بعرف انام جنبهم، فبضطر ان هما ايه حد يسيب لي اوضته. وطبعا تاني يوم بيشتكوا لك ظهري وجعني مش عارفه ايه، ده مش هستحمله كذلك الامر، انا مش عارفه. ففي النهايه لما بيصعب عليا بحاول ان انا افرش وانام مثلا على الارض او كده، ما نمتش على الارض كتير غير مره مرتين بس. انا يعني طب ليه، ما دمت انا مثلا بخش اخدم نفسي، بنتي مثلا بتجيب طلب بتاع، دخلت سخنت حاجه لنفسي، عملت كوبايه قهوه بتاع، ادمت انا بقدر اخدم نفسي خلاص اروح بيتي. انا ما ارتحتش ولا يوم، والله والله ولا يوم ارتحت بره بيتي. فربنا يا رب ما يحرم اي حد من بيته. هي مشكلتها كمان تقول لك لا انا تعب عليا ان انا اجيلك من مشوار بعيد، وكل اللي انا عايزاه منها او من اي حد غريب شويه الطلبات اللي انا ناقصني، كوبايتين زبادي، حته جبنه بتاع، رغيفين عيش، يعني حاجات بسيطه، لكن حته نظافه او تروقي لا، مش عايزه لحد ينظف لي ولا يروق لي. انا اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، اروق ان شاء الله، روق ان شاء الله البتاع دي ان شاء الله امسحها النهارده، وما اعملش حاجه تانية امسح حاجه. الموضوع بالنسبه لي لعب عيال مش قصه يعني، تمام. فبس انا يعني عارفه ان انتوا هتزعلوا، تقولوا يا نصرة لا احنا انت تقعدي عند بنتك وبتاع، لا انا يا جماعه راحتي ان انا ابقى ببيتي، راحتي ان انا ابقى ببيتي، مش راحتي ان انا ابقى عند بنتي خالص. وده مش معناه ان انا بنكر وقفتها جنبي، ده طبيعي ان بنتي تقف جنبي، ده طبيعي ان بنتي تخدمني، ده مش حاجه يعني، ده حاجه طبيعيه طبعا انها تخدمني او كده. فلا يعني فهمني، فاللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. انا اسعد واحده ان انا روحت بيتي بالسلامه، والحمد لله على كل شيء يعني. انا ما اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين، ان انا هو شويه التعب اللي عندي هو رجلي بس، فاللي انت بتعرفي تتاقلمي وتواجهي، و ان شاء الله ربنا يشفيني. وبشكركم جدا على كل حاجه. النهارده بقى زي ما انتم عارفين كده هروق اوضتي، مش عارفه انزل الفيديو الترويق مع الرغي بتاعي ده ولا ايه، عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بشكركم جدا جدا، ربنا يا رب يكرمكم ويستركم ويساعدكم قد ما بتسعدوني وبتفرحوني بالدعوه الحلوه، وبتونس بيكم، وببقى كل دقيقه عايزه اكل واشرب وانام واروق وانا معاكم. انتوا ونس، ونس ليا، وبتسندوني بالكلمه الحلوه والابتسامه والهزار، واللي عنده معلومه بيقولها لي، فبجد بجد انتوا احلى حاجه ربنا سبحانه وتعالى كرمني بيها، والله 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 العظيم انتوا اجمل حاجه ربنا كرمني بيها. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا لما يوم ولا اتنين ما بنزلش فيديو انا بحس ان انا في غربه، بحس ان انا مش في وسط اهلي، بحس ان انا تايهه ضايعه. والله يا جماعه انا زي ما بقول لكم كده، فربنا يكرمكم جميعا. ومش عارفه زي ما بقول لكم هروق معاكم ولا لا، بس اكيد هروق البيت وعلى قد ما اقدر كده، واشوفكم على خير. وبشكركم جدا جدا.